من امريكا. برنامج جديد. هنحلل مع بعض اهم الاحداث الموجوده. وهنقف على مسافه واحده من كل الاطراف. كم مرة سقطت دول؟ كم مرة انهارت عروش بسبب معلومة ناقصة أو معلومة مغلوطة؟ علشان نقدر نفهم الدور اللي بتلعبه أمريكا في الشرق الأوسط، لازم نوصل لقلب السياسة الأمريكية. نص قوة خصمك بتيجي من جهلك بنوع الضعف. تابعوني محمد مجدي، برنامج من أمريكا على قناة الشام.